هكلمك في موضوع. انا عارف ان انت صريح وانت اللي كنت موجود في فرح محمود شاهين، انت عارف هو قلب الدنيا وكان فرح مثير للجدل وعمل قلق كبير على السوشيال ميديا. رايك ايه في اللي حصل على السوشيال ميديا بعد الفرح؟ انا مش عارف والله هو كل ده ليه، لكن يعني الناس يمكن بس ما بتبقاش عارفه ايه اللي ورا اللي بيحصل. الناس اليوم ان هم بيشوفوا فيديو قصير لا يعرفوا قبله ايه اللي حصل ولا بعده ايه اللي حصل، بيشوفوا صور، بيشوفوا كلام من ده، لكن هم ما يعرفوش الاساسيات وما يعرفوش الداخليات. وانا الحقيقه انا ما لحقتش احضر الفرح، انا كل اللي قعدته في الفرح نص ساعه لان محمود ده ابني وكان لازم ان انا اروح اقول له مبروك. انا للاسف كان عندي حاله وفاه ساعتها، كنت موجود معاكم في الفرح الاول بالظبط. فانا الحقيقه ما تسنليش ان انا حضرت الفرح، انا جيت زي ما انت شفت ربع ساعه سلمت على العريس قلت له الف مبروك ومشيت. انا زي الناس اتفاجئت بكل الحاجات اللي على السوشيال ميديا. طيب كمان الفيديوهات اللي انتشرت، وما تزعلش مني يعني، ناس كتير مشهوره دلوقتي الفيديو اللي محمود ماسك فيه مشروبات كحوليه وما يعرفوا منين انها مشروبات كحوليه. هو انتوا دخلتوا جوه الكوبايه ولا حد فيكم دقها؟ يعني ماشي تمام اوكي. طب انت لو عايز توضح لهم، يعني الناس كلها عارفين مدى مصداقيتك انت واستاذ الهام شاهين، فانت بتوضح للجمهور؟ لا انا مش مضطر ان انا اوضح لحد حاجه الحقيقه. يعني ده فرحه هو، وهو اللي عامله، هو اللي عازم صحابه، هو واصحابه هم شباب صغيرين برضو في الاخر، ممكن يبقى في تعبيرات او حركات خانتهم او الكلام ده كله بحكم ان هم شباب صغيرين، ولكن كل واحد ليه طريقه في الفرح وفي الانبساط والكلام ده كله يعني. فاعتقد بس ان يعني الناس يعني كل واحد في الاخر هو مش عارف اقول ايه الحقيقه يعني. يعني في ناس كمان قالت ان امير، الجمهور كله بيحترمك وبيحترم استاذه الهام شاهين، فقالوا مثلا يعني امير مثلا كان قال له نصيحه بعد الفرح او قال يا جماعه الفرح مثلا لو طلع بشكل مثلا مش عاجبكم فاحنا مثلا بنوضح لكم ان ده ما كانش قصدنا او اي حاجه. هو اكيد ما كانش قصدنا، او على فكره يعني انتوا بس محسني ان الفرح حصل فيه يعني ايه، هو يمكن عشان بس فرح حد معروف او عيله معروفه فده اللي ظهر. وللاسف الاخوه الصحفيين او اللي كانوا موجودين اللي صوروا الكلام ده هم كانوا بيصوروا اللي على مزاجهم، هم ما صوروش الحاجات التانيه. يعني في الاخر اعتقد ان ده شغل السوشيال ميديا علشان يبقى فيه لغط ويبقى فيه كلام ويبقى زي ما احنا دلوقتي واقفين، بدل ما نتكلم عن مهرجان واقفين انا وانت بنتكلم عن موقف زي ده. انا شايف ان ده مش صح. يعني الناس ما تعرفش ايه الداخليات، اولا الناس ما تعرفش ايه اللي بيحصل قبل وبعد اللقطه اللي انت بتشوفها. فبس فيعني دايما احب اقول للناس يعني تحروا الدقه، دول شباب صغيرين بيفرحوا بطريقتهم بطريقه معينه ودول بشر في الاخر، وارد ان هم يغلطوا، وارد ان هم يبقوا كويسين. بس حبيبي حضرنا ايه الفتره اللي جايه سريعا كده؟ لسه والله يعني اتمنى ان شاء الله يكون في حاجه في رمضان ان شاء الله. انا بتمنى لك كل الخير. ميرسي حبيبي هشام، تسلم، ميرسي، شكرا.